بسم الله والابن والروح القدس الأحد أمين، له المجد والعظم الأبد أمين. هنقرأ جزء من رسالة بولس الرسول إلى أهل رومية الإصحاح الأول، ولأني لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود أولا ثم لليوناني، لأن فيه معلن بر الله بإيمان لإيمان، كما هو مكتوب أما البار فبالإيمان يحيى. كلنا عارفين بولس الرسول في بداية حياته كان مضطهد لكنيسة السيد المسيح له المجد، وهو قال أنا الذي اضطهدت كنيسة الله بإفراط، وقال رحمت لأني فعلت هذا بجهل. وهو كان واخد رسائل من رؤساء كهنة اليهود في دمشق في أورشليم، وذهب إلى دمشق علشان خاطر إن هو يجيب المسيحيين موثوقين، يعني مقيدين، عشان يتحكمهم في أورشليم. وهو ماشي في الطريق الرب يسوع له المجد ظهر له وقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ لأن اضطهاد أي إنسان لأولاد المسيح هو اضطهاد لرب يسوع المسيح له المجد نفسه. فهو قال لنا كده من يمسكم يمس حدقة عيني. فقال له شاول شاول لماذا تضطهدني؟ صعب عليك أن ترفس مناخس، يعني صعب عليك أن تقاوم محبتي. كلمة ترفس مناخس كلمة آرامية معناها تقاوم محبتي، بس لما جم يترجموا اللغة الإنجيل من اللغة اليونانية للغات العالم فما التقوش في القاموس اليوناني هذه الكلمة، فلأجل أمانة الترجمة كتبوها زي ما هي. لما جم بتوع اللغة الآرامية قالوا لا دي الكلمة دي موجودة عندنا، يعني عرفتها من الأستاذ في اللغة الآرامية، معناها صعب عليك أن تقاوم محبتي. وطبعا هو قال ماذا ينبغي يا رب أن أفعل؟ وقال له هتروح دمشق وهتعرف هتعمل ايه. وظهر الرب يسوع له المجد في لحنانيا اسقف دمشق وقال له ان هيجي لك الشاب شاول عمده اناء مختار ليا. فحنانيا اسقف دمشق قال له سمعنا يا رب ان هذا بيضطهد اولادك، وهو الان موجود في اورشليم ومعاه رسائل من رؤساء الكهنه عشان يقبض على المسيحيين يرسلوا مقيدين يتحكموا في اورشليم. فقال له ده إناء مختار لي وسأريه كم ينبغي أن يتألم من أجلي. وبالفعل بولس الرسول بدأ خدمته التبشيرية، الكلام ده حصل سنة 44 ميلادية لغاية سنة 67 ميلادية، على مدار 23 سنة كان بيبشر باسم المسيح في كل مسكونة كلها، إلى خد إكليل الشهادة ونيرون امبراطور روما قطع رأسه بحد السيف سنة 67 ميلادية. فهو بيتكلم كأن هو إنسان كيهودي وصار مسيحي، فبيتكلم بيقول لست أستحي بإنجيل المسيح، على أساس أنه كان إنسان يهودي من خلفية يهودية. قول لهم لا، ده بيفتخر، مش أستحي، بأفتخر بإنجيل المسيح لأن قوة الله للخلاص. كلمة إنجيل معناها الحرف بشارة مفرحة، كلمة إنجيل معناها الحرف بشارة مفرحة، فأنا لست أستحي بالبشارة المفرحة التي للمسيح، ده معنى الكلمة، لست أستحي بالبشارة المفرحة التي للمسيح، لأنه قوة الله للخلاص، قوة الله للخلاص، خلاص من قصاص خطاياك، خلاص من عدو الخير، خلاص من كل شيء إنسان عمل يغضب ربنا، ومن هنا تنجو وتدخل الفردوس وتعيش معاه إلى الأبد. وفي حاجة، لأن الكتاب قال بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله، مش ممكن، بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله. وقال هنا بيتكلم برضه أما البار فبالإيمان يحيى، يعني بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله،
والإنسان البار عشان يعيش بار ويخش الملكوت بالإيمان يحيا. وهنا فيه نقطة مهمة أحب أوضحها ضرورية، أن فيه بعض الناس بتقول أن ممكن فيه ناس عايشين في بر وفي تقوى بيساعدوا الناس الفقراء، فهل ممكن الناس ديت لو هم بدون المسيح ممكن يخش السماء؟ فبقول لهم استحالة بدون المسيح يخش السماء، استحالة. كمام الله ومسبح المقدس بقول هذا الكلام، بدون المسيح استحالة يخش السماء. ليه؟ وحوضح النقطة دي. لما تقرأ في سفر الأعمال إصحاح 10 تلاقي لما جه كارنيليوس قائد 100، كان قائد على 100 عسكري، وقال لك كان يقدم صدقات، كان بيقدم صدقات وبيصلي يرفع صلوات لله، وكان بيصوم، وكان بيصلي بالمزامير زي الشعب اليهودي، كان بيقلد الشعب اليهودي. وجه ربنا بعت له ملاك وقال له يا كارنيليوس صلواتك وصيامك وصدقتك صعدت تذكار أمام الله، مقبولة أمام الله، ربنا قابلها. ولكن ابعت استدعي سمعان بطرس، هو نازل في يافا عند رجل دباغ اسمه سمعان بيته على البحر، يعلمك أمور بقى تخلص أنت وأهل بيتك. فجه على طول كارنيليوس جاب عسكريين تقيين وراح جاي باعت لبطرس وقال له أن كارنيليوس قائد 100 هو بيصلي، ملاك ظهر له وقال له اللي حصل معاه، وفي نفس الوقت ربنا أظهر رؤية لبطرس أنه يروح معاه وما يرتبش في الأمر بشيء. وبالفعل جه بطرس وحضر وقال أرى أنه في كل أمة كل إنسان يصنع البر مقبول أمام الله، فأعرف لماذا استدعيتموني. فبقى في كارنيليوس وقال له أن أنا كنت بصلي في وقت الساعة 9، يعني الساعة 3 العصر كده بالنسبة لنا، وظهر لي الملاك وقال لي صلاتك وصيامك وصدقتك صعدت تذكار أمام الله، والآن ابعت استدعي سمعان بطرس يعلمك أمور بقى تخلص أنت وأهل بيتك. فبدأ طبعا بطرس يشرح له الخلاص ويشرح له الفداء، وبدأ طبعا أن هو أمر أن يتعمدوا وحل عليهم الروح القدس، وفرح التلاميذ أن الله فتح باب الطريق التوبة وطرق طريق الإيمان للأمم أيضا، لأنه كان رجل أممي مش من الشعب اليهودي. فهنا السؤال، لو كان صلاته وصيامه وصدقته كافيين لخلاصه، ليه ربنا يرسل له ملاك مخصوص ويخليه يجيب كارنيليوس قائد 100 ويخليه عشان يجيب بطرس، يجيب بطرس يعلمه أمور بها يخلص أهله هو وأهل بيته، ولما يحضر بطرس يؤمر أن يتعمدهم وتحل عليهم الروح القدس؟ الموضوع كله لازم تبقى عارفينه عشان في منتهى الأهمية. السيد المسيح له المجد هو الوحيد في الكون كله الذي يحمل الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية في أن واحد، ويعمل أعمال الله ويعمل أعمال الإنسان في أن واحد. كان يأكل يشرب يصلي يصوم أعمال تخص الجسد الإنسان، أخذها من ست العذراء اللي احنا بنسميه النسود أو آدم الثاني أو ابن الإنسان. كان يأول مات بعد ما أنتن، يغفر الخطايا، هيدين العالم كل يوم القيامة، يخلق، ده الخالق واحد وهو الله، يخلق، يعمل أعمال الله واحنا بنسميه اللي هو ابن الله أو كلمة الله أو الله ظاهر في الجسد أو اللاهوت. والحكمة من كده إيه؟ الحكمة من كده أن احنا بنتحد بيه في سر التناول، بتاخد الجسد والدم، تاخد الجسد والدم حل فيه الروح القدس، الروح القدس اللي حل في الجسد والدم بيتحد بروحك، والجسد والدم يغذوا الجسد. فالإنسان لما بيموت الروح بتسيب الجسد، فالروح المتحدة بالمسيح عشان ما يقدرش يقرب منها، لأن الشيطان في الأصل ملاك وبيجري على أي روح عشان يقطف الهوى الموت معاه. إنما اتحاد الروح بالمسيح في سر التناول ما يخليش الشيطان يقرب عشان يتحرق، لأن المسيح كلمة الله يحرقه. فإحنا بنتحد بالمسيح في سر التناول، والمسيح متحد بالله، لأن كلمة الله لم تنفصل قط عن الله، زي نور الشمس وقدرش أفصله عن الشمس. فاحنا نتحد بيه، هو يحمل الطبيعتين الاثنين، هو متحد بالله يوصلنا لله. عشان خاطر كده قال بدون لا تقدروا أن تفعلوا شيء، والحكمة من كده عشان ينجينا من الشيطان، لأن الشيطان في الأصل ملاك وسقط بقوة ملاك، وكان من أعلى طغمات الملائكة كمان.
ومن هنا بيتكلم لست أسحب إنجيل المسيح لأن قوة الله للخلاص. ما هو ده اللي هنجيك من الشيطان وهياخدك الفردوس على طول، وده اللي هنجيك من قصاص خطاياك بعد ما دفع دل القديس العلي على الصليب، وده اللي احنا بنقراه في سفر دانيال إصحاح 7، قول إلى أن أتى قديم الأيام ودفع دل القديس العلي فملك القديسون المملكة. والنقطة دي برضه أوضحها، تعرفهم معنى إيه فداية وخلاص، وأن جه دفع دل القديس العلي عشان يملك القديسون المملكة ويفتح الفردوس بعد الصليب على طول وياخد الأبرار إليه. لأن كل اللي مات قبل صليب المسيح الرب يسوع المجد نزل حطم بوابات الجحيم وختم لهم الفردوس. ما بعد صليب المسيح ساب الجسد والدم عهد مقدس، أنت بتتحد بالمسيح في سر التناول، والمسيح متحد بالله يوصلك لله، واتحادك بالمسيح ما يخليش شيطان يقرب منك، تتنقل من أرض الفردوس على طول. عشان كده الحاجة الوحيدة اللي بتحمي الروح من الشيطان بعد خروجها من الجسد هو اتحادها بالمسيح في سر التناول. ما عدا ذلك الشيطان في الأصل ملاك وصاعد بقوة ملاك وبيجرى على أي روح عشان يقتفل هو ويموت معاه. وهوضح لكم معنى اللي قاله في سفر دانيال إصحاح 7، إلى أن أتى قديم الأيام ودفع دل القديس العلي فملك القديسون المملكة. هو اتكلم في الأول قبلها على طول وقال أن الشيطان أعطيه سلطان أن يصنع حرب مع القديسين ويغلبهم. ليه؟ معناه إيه؟ معناه أن مفيش إنسان بلا خطية على الإطلاق، مش ممكن إنسان بلا خطية، إنسان ضعيف. وبعدين قال إلى أن أتى قديم الأيام ودفع دل القديس العلي فملك القديسون المملكة. وهقول لكم مثل بسيط تفهموا معنى الفداء من خلال المثل البسيط ده أو معنى الآية دي. إنسان كان مريض وجاب قرض من البنك واتعالج وخف، وبعدين جه البنك بيطالب بحقه فوقف قدام القاضي، خدت القرض، قال له خدت القرض، كنت مريض وصرفته، قال له سدد، قال له املك، ما المدين ب50، المدين ب500 لا سهم وفياء. ففي الحاله دي القاضي بيعمل ايه؟ حاجه من الاثنين، يا اما اندفع من جيبه هيدفع حكم براءته، ده ليه قد ايه كذا اهو خلاص حكم براءته، طب ما دفعش من جيبه بيطبق قانون يدفع الحبس واجره الخطيه موت. وده بالظبط اللي احنا هيحصل معانا ساحه الدينونه، كلنا هنقف قدام العدل اللي مديون بذنوبنا. العدل البنك ده بس العدل الالهي، بنك يعدل الالهي، عامل عقاب اجره الخطيه موت، والعقاب يا موت ابدي يا حياه ابديه، تمشي غلط وفي عقاب موت ابدي، صح يبقى في حياه ابديه. طب احنا اخطأنا وتوبنا وعاوزين المسيح يغفر لنا عشان ياخدنا مع الفردوس، فهنقف قدام العدل الالهي كلنا مديونين بذنوبنا. حاجه من الاثنين، يا المسيح هيسدد بالنيابه عنا ويحكم ببراءتنا ياخدنا مع الفردوس، يا اما اجره الخطيه موت هيطبق عليك القانون هتخش جهنم. ومن هنا بالظبط نقل بنفس النص كده في انجيل سفر دانيال اصحاح 7، الى ان اتى قديم الايام ودفع الدين لقديس العلي فملك القديسون المملكه. وعشان هنا اتكلم لست اسحب انجيل المسيح لانه قوه الله للخلاص. هو ده اللي هيخلصك من قصاص خطاياك، هو ده اللي هيخلصك من الشيطان، هو ده اللي هيخلصك وياخدك معاه الفردوس. عشان خاطر كده بيتكلم، لان فيه معلن بر الله بايمان. ما هو ده بر الله معانا، ان بيصنع معنا رحمه، ان يغفر لنا خطايانا ونجينا من قصاص خطايانا، ان ينجينا من الشيطان، ان ياخدنا معاه الفردوس عشان نعيش معاه الى الابد. عشان خاطر كده قال كده، أيها الآب القدوس، والصلاة والدعية إنجيل يوحنا 17، أيها الآب القدوس أريد الذي أعطيتني من العالم يكونوا معي ليروا مجدي الذي عندك قبل تأسيس العالم. عاوزنا معاه في الفردوس. وعلمنا الكتاب أيضا وطنيتنا نحن في السماء، وطننا في السماء عشان تغرب على الأرض، رجعتنا وطننا في السماء. عشان خاطر كده هو بيتكلم، لست أستحي بإنجيل المسيح لأنه قوة الله للخلاص. هو قوة الله للخلاص لكل من يؤمن، لليهود اولا ثم اليوناني، لكل ربنا فتح بابه لكل البشر، كل من يقبل الى يخرجه خارجا، لان فيه معلن بر الله بايمان لايمان، كما هو مكتوب اما البار فبالايمان يحيى. لان مش ممكن على الاطلاق انسان هيعيش بار في الارض وبدون ايمان، مش ممكن. ليه؟ لان الشيطان بيغوي الانسان وبيضحك عليه، بيغوي الانسان. وياما تيجي حاجات يقول لك، الكتاب يقول لك برضو كده، توجد طرق تبدو الانسان مستقيمه وعقبها طرق الموت. انسان ياما الناس كتيره، الايمان هو عباره عن بينور لك الطريق،
بيقودك في طريق الملكوت، بينور لك الطريق، يكشف لك حيل إبليس، ينجيك من فخاخ الشيطان المقصوبة حواليك. فعشان خاطر كده البار بالإيمان يحيى، البار بالإيمان يحيى، لأن مش ممكن حيحيى بدون إيمان ويبقى إنسان بار، مش ممكن، لأن قال بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله. ونلاحظ برضو هذا الكلام، لأن وصية الله من أجل خير الإنسان. نلاحظ مثلا لو واحد زي يوسف الصديق، لو هو مثلا وهو في مرات فوتيفار شريح عبد بفلوسه، عبد أجير، عبد، لولا أن هذا الإنسان عنده إيمان بالله ما كانش قال الكلمة دي، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ ما عملش حاجة تغضب ربنا، كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله؟ عنده إيمان بالله، إيمانه بالله منع أنه هو يقع في الغلط. لولا إيمانه بالله، طب ده عبد شريح بفلوسه هي حرة فيه، إنما لا، إيمانه بالله لا فوق الكل، خلاه عاش إنسان طاهر وبار، وربنا حفظه ما سابوش لغاية ما ربنا طبعا جاب حقه زي ما بيقولوا، ورفعه من عبد سجين ليعتبر متسلط على كل أرض مصر، لدرجة إن إخواته ببعت يجيب أبوهم قالوا له كده، قالوا له ابنك يوسف سيد الأرض كلها. هنا ليه؟ عايش بالبار بالإيمان، ما عملش الغلط لأن إيمانه حفظه، أي كيف أفعل هذا الشر العظيم وأخطئ إلى الله. ونلاحظ من البداية خالص أن دايما الإنسان البار اللي ماشي مع ربنا بيكون فيه فرح، فيه قبول للذبيحة، بيبقى دايما ربنا حافظه. طول ما أنت حافظ الوصية وعايش معايا ربنا ما يسيبكش أبدا أبدا. ونلاحظ أول كلمة دي اتقالت على هابيل الصديق، قل لك أن الله قبل ذبيحته شهد أنه بار، قبل ذبيحة هابيل الصديق وشهد أنه بار، وما قبلش ذبيحة قايين. ليه؟ عشان خاطر ما كانش عنده محبة لأخوه، كان عنده كراهية لأخوه حتى الموت. يعني دقرة اللي حصل بالاتنين، تعرف الفرق بين البار والأسيم، بين اللي عنده إيمان بالله واللي ما عندوش إيمان بالله. نلاحظ هابيل الصديق لما قدم الذبيحة من سمان غنمه وأبكارها ربنا قبل الذبيحة، ولما جه قايين قدم الذبيحة وبيعبد ربنا هو قدم ذبيحة لله بس ربنا رفضها. فلما رفضها ربنا قال له ايه؟ لماذا اختصت؟ انت زعلت ليه؟ ان احسنت افلا رفح، لو بقيت حلو هقبل الذبيحة، وان لم تحسن فعند الباب خطية رابدة لك وانت تسود عليها ولك اشتياقها. يعني ايه؟ ان بقيت حلو هقبل الذبيحة، ما بقيتش حلو في خطية مستنياك عند الباب، وانا اديتك السلطان تتحكم في نفسك ما تعملش الغلط، بس انت لك اشتياق، انت متشوق تعمل كده، لك اشتياقها، بتشوق انك تموت اخوك من الكراهيه اللي جواك ليه. فربنا رفض الذبيحه بتاعته ليه؟ لان كان بيكره اخوه. ربنا رفض ذبيحه قايين عشان كان بيكره اخوه وحذره، قال له بقيت حلو هقبلها، ولكنه للاسف ما عملش بصيه ربنا وتمادى في غيظه من اخوه وقتل اخوه. يبقى هنا في فارق بقى بين البار اللي بالإيمان يحيى، وفين إنسان ما عندوش أعمال خالص، عنده كراهية حتى الموت لأخوه، لأخوه. عشان كده ربنا رفض ذبيحته، بيكره أخوه حتى الموت، هيقبلها الذبيحة إزاي؟ ما ينفعش. كان درس للعالم كله، ولكن كتير ما بياخدش باله منه، إنما عشان خاطر قبل ذبيحة هابيل قال له كده شهد له أنه بار وقبل منه الذبيحة. ونلاحظ برضو الإيمان في حياة زي موسى النبي، ودي برضو دور كل أم، أنا بقوله عشان كل أم المفروض تسمعني تاخد بالها كويس، الفضل في إيمان موسى النبي لأمه يكابد، اللي أرضعته الإيمان من طفولته وهو في بيت فرعون، قعد 40 سنة في بيت فرعون ما عبدش آلهة المصريين أبدا، ما عبدش آلهة المصريين. عرفته إحنا بالعبرانيين ان احنا الهنا اله ابراهيم واله اسحاق واله يعقوب اله السماء والارض، ما بنعبدش اصنام الفراعنه، وحافظ الايمان من طفولته وقعد 40 سنه حافظ الايمان. وبعدين جت التجربه الثانيه ان قعد 40 سنه يرعى الغنم حاميه ويصون في البريه، وحاميه ويصون كان كاهن مديان، كاهن وثني، الا ان برضه حافظ ايمانه ما سابش ايمانه ابدا، لغاية ما ظهر له ربنا بقى في العليقة وقال له أنا إله إبراهيم ولا إله إسحاق ولا يعقوب، أنا إله أبائك
هنا بدأ يعرف بقى مين إلهه الحقيقي. وقال له كده: هلما أرسلك إلى أرض مصر هتخلص شعبي. وشوف حكمة ربنا غريبة قوي بقى، أنت قاعد 40 سنة تراح غنم في البرية بعد ما كنت أمير في بيت فرعون عشان هربان من فرعون، أنت بقى اللي يختاره ربنا عشان يقود الشعب ويخلصه من عبودية فرعون، بقى أنت اللي كنت خايف منه اللي هتقف في وشه. قوة ربنا بقى هنا، عمل النعمة وعمل الله، خلاه يجي ويقف قدام فرعون. ده مش كده كمان، ده تقرا في سفر خروج اصحاح 7 اول ايه، يقول كده ايه، يقول لموسى النبي: انظر قد جعلتك الها لفرعون. يعني ايه؟ يعني انا هخلي فرعون اللي انت خايف منه ده يخشاك كما يخشى الالهه، من كتر اللي هعمله معاك واللي هعمله على ايدك عشان خاطر يشوف قد ايه قوه ربنا، يعرف قوتي. ومن هنا جاب الضربات العشر على فرعون، هو اللي موسى النبي صلي لي يرفع ويصلي له ويرجع يختل تاني، يقول له صلي لي ويرجع يختل تاني فرعون. فهنا ايه هذا الفارق بين ايمان وايمان؟ فرعون ما كانش فيه خالص، كان قص قلبه ويشوف قوة ربنا وما يأمنش، قلبه قاسي، شاف قوة ربنا 10 مرات الى هلك بجيشه، وقبل ما يهلك بجيشه كان ابنه البكر مات، يعني مصر على في عناد قلبه لدرجة لغاية ما هلك. انما موسى النبي كان رجل من أبطال الإيمان، قعد 40 سنة في بيت فرعون حافظ إيمانه، وقعد 40 سنة بيرى غنم حي يسرون وهو كاهن مديان حافظ إيمانه، إلى أن حتى بعد كده لما عرف لو يسرون حمى موسى، عرف اللي عمله ربنا معاهم في مصر واللي عمله كده، قال ما هقدمش أي ذبائح غير لإله السماء والأرض، إله موسى النبي، إله موسى هقدم ذبيحة تاني، حد ما فيش إله زيه، ما فيش إله زيه. وده كمان نلاحظه مع، عشان بعض الناس بتاخد من المشاهدة بلها من النقطة دي برضه، مع رحاب الزانية. رحاب الزانية لما جه طبعا قوت الجاسوسين وقالتهم اعملوا بيا معروف وتستحيوني أنا وأهلي أنا وأسرتي، قالت إيه ساعتها؟ قالت سمعنا ما فعله إلهكم بآلهة المصريين وما فعله بفرعون وجيشه وما ما فعله معكم في البرية 40 سنة، وأنه نشف بحر صوف قدامكم ونشف الأردن قدامكم وزابت قلوبنا في داخلنا، مفيش إله زي كده أبدا، مفيش إله زي كده أبدا. ومن هنا أمنت قوت الجاسوسين وقالت استحيوني أنا وليليا، لأن ربنا هيسلمكم المدينة، مش معقول عمل كل ده معاكم وما قاعد إحنا بيقف أبدا. فهنا كانت إيه؟ أمنت لما شافت قوة ربنا. وده كمان، وده هي لما أمنت كمان، ده مش كده كمان، ده هتبقى إيمان واحدة زي دي يدين كتير جدا من العالم اللي يعرفوا قوة المسيح ومعجزات المسيح وقوة لاهوت المسيح وكل حاجة والأعمال، مفيش أعمال الألم يعملها أحد غيري، قال كده محدش عمل معجزات المسيح أبدا، ورغم ذلك ما أمنوش بيه، عرف قوتهم ما أمنوش بيه. ومن هنا كانت إيمان رحاب الزانية نجاها هي ولليه، نجاها هي ولليه وانضمت لشعب الله. فهنا البار بالإيمان يحيى، البار الإيمان، ما هو ما فيهاش، لازم ما تمشيش بغير إيمان، عشان كده الكتاب قال بدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله، لا يمكن. والإيمان لازم تبقى عارفينه زي ما وضحنا دلوقتي، فيه جزء عقيدي وجزء عملي. الجزء العقيدي اللي هو ربنا لما بعت ليخلي كارنيليوس يجي قائد المائة يجيب بطرس يعلمه له يتعمد ينال بمرون يتناول، لأن بعد المعمودية والمرون والتناول اسمنا بيتكتب في سفر الحياة، الكلام ده مكتوب إنجيل أصحاح 10: لا تفرح واخضع لكم بل افرحوا أسماءكم مكتوبة في ملكوت السماوات. وجزء عملي اللي هو الثقة في مواعيد الله وفي عهوده، تحفظ الوصية وتعمل بيها، تحفظ الوصية وتعمل بيها. وده اللي احنا شفناه في حياة يوسف، في حياة موسى النبي، وأيضا في حياة أبونا إبراهيم، الطاعة، ثقة في كلام الله. لو أي واحد بيشوف أبونا إبراهيم وربنا يقول له اترك أهلك وعشيرتك وإذهب الأرض اللي أريك إياها، يترك أهله وعشيرته وقاعد الخيمة والمسبح يصلي على طول،
وبعدين يجي ربنا خد ابنك قدمه لوحيدك الوعد ويدين منه نسل، يرضى فعلا ياخد ابنه يقدمه ذبيحة في طاعة على الله، ولا قادر يقيمه من الموت. كان عنده إيمان، كان عنده إيمان، عشان الكتاب يقول لك آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. ونلاحظ حاجة حلوة كمان مع أبونا إبراهيم عشان خاطر تاخدوا بالكم منها، هتفيدكم حلو. إيه هي؟ أبونا إبراهيم لما ضعف قدام أبي مالك وقال عصرة إنها أخته، فوجه خدها أبي مالك عشان ياخدها زوجة، فجه ربنا مسك أبي مالك ما مسهاش وقال له رد المرأة جلها امرأة رجل، فوجاب عليه ضربات عظيمة. فجه ساعتها قال أبي مالك كده، قال فعلت هذا بحسن نية، هي اللي قال إنها أختي، قال لذلك ما أمتكش، رد المرأة رجلها وخليه يصلي لك إنه نبي أرفع غضبي عنك، ولا هتموت. وخلى أبونا إبراهيم يصلي له عشان ربنا يرفع غضبه عنه. هنا الدرس إيه؟ الدرس لو يكون إنسان ماشي مع الله وحفظ وصيته وبيحب ربنا، مش من هفوة بقى ربنا يضيعك، لا، ما يسيبكش تضيع أبدا ولا تهلك أبدا، مكانتك حلو عنده. حتى لو جت هفوة زي بحسب أبونا إبراهيم أو سقط، إنه ما ضحش ما سابوش، ده بالعكس رد له كرامته، قال خليه يصلي لك أرفع غضبي عنك. شوف قد إيه. وده هنا عشان خاطر أنت لما تبقى لك علاقة حلوة بربنا، حافظ على الوصية، بتتناول كل أسبوع، ماشي صح، ربنا ما يسيبكش تضيع أبدا أبدا. جات هفوة، اتعصبت، عملت حاجة، أقول لك ضاع، لا ما يسيبكش، بيحبك. على العكس بقى تلاقي مين، عشان تعرف بدر الإيمان في حياة الإنسان والطاعة على الله، على العكس مع شاول ابن قيس ملك أول ملك لإسرائيل، والأمر صعب برضه على شاول ابن قيس ده هو. ليه؟ ربنا يقول لصمويل النبي إيه؟ لا تبكي على شاول وقد رفضته. يا نهار أبيض، مش قابل صلاة صمويل النبي يصلي له وبيبكي وربنا لا ما تبكيش عليه، مش قابل منك صلاة، لأن دخل في عناد قلبه ضد الله، عارف الغلط ومصر عليه، هو ده الخطأ، ده الصعب واللي يغضب ربنا، عارف الغلط ومصر عليه، عارف ربنا اختار داود ابن ياسة بيطرده عشان يموت برضه. وفي الآخر لما تقرم يقول كده، لأن الرب غضب على شاور لأنه حاد عن طريقه وذهب العرافة، سأل الجان وسأل الجان، حاجتين اتنين عملهم شاول أغضبوا ربنا وما خلاش ربنا يقبل فيه شفاعة، إن حاد عن طريق ربنا وراح للجان يسأله وصاب ربنا. عشان كده الناس اللي بتروح دجالين وصحرة تبقى خطية كبيرة جدا عليهم، مش هتبقوا عارفين اللي بيسيب ربنا. واحد يقول لك انا عندي موهبه، انا ما اعرفش، يضحك عليك، ابعد، ما تصدقش، قولها لك اهو، ابعد. ناس كتيره قوي بينصبوا باسم ربنا، لك ربنا مديني موهبه، وبعيد كل بعد عن ربنا، وفي الاخر يطلع منه اسحار. خدوا بالكم انت، ما تنفعش، خدوا بالكم انت. فهنا شاول عشان حاد عن الطريق وسال الجان، كان ربنا قال امته الرب هو ولاده الثلاثه. تاني يوم راح لعرافه، كان يوم راح العراف. فهنا هي الإيمان بالبار يحيي، وبدون إيمان لا يمكن إرضاء قلب الله. هنا بقى الفارق بالإنسان ماشي مع الله وحافظ وصيته، هيتناول مرة كل أسبوع، مش هيمشي صح حسب الوصية، وواحد تاني عارف الغلط ومصر عليه، ده الوحش قوي. وده اللي تعرفوه الفارق بين خطية يهوذا وخطية بطرس. خطية يهوذا أن من قبلها هو اللي راح لليهود وقال لهم لرؤساء الكهنة اليهود، وقال لهم كده، ماذا تعطون وأسلمه لكم؟ وعدوا يعطوه 30 من الفضة. جه في العشاء الرباني، الرب يسوع حذره وقال ويل لذلك الإنسان سلم ابن الإنسان، وقال لهم الحق أقول لكم واحد منكم سيسلمني، وكل واحد يقول أنا راح قال له لغمس اللعمة وعطيه، فغمس اللعمة وعطاه ليهوذا الإسخريوطي، فخرج وكان ليلا. وبعد اللخمة دخله الشيطان، يقول يوحنا صح 13، انجيل يوحنا صح 13. وبالتالي خرج يهوذا ما خدش العشاء الرباني. فهنا وراح جاب جند الهيكل وقال لهم الذي يقبله هو خذوه وامضوا به بحيث، بمعنى يعني كده قال الذي يقبله هو خذوه وامضوا به بحرص، يعني اوعى يفلت منكم كل اسف. ليه بقى؟ عارف الغلط، رغم المسيح كان مديله الصندوق كله، هو راح قبلها والمسيح حذره وأصر
وأصر. إنما بطرس الموقف كان مفاجئ ليه، كان مفاجئ. هو دخل مع المسيح على الصليب لغاية ما دخل جوه معه بيتحاكى، وجات الجارية تقول له أنت منهم، بدأ هنا ينكر. موقف كان مفاجئ ليه، وبعد ما أنكر 3 مرات، ورغم إن فيها درس العالم كله برضه ومش بياخدوا بالهم منه، ليه الدرس هو إيه هو؟ ودرس رهيب صدقوني، إن الجارية بترمز للشهوة الجنسية في جسم الإنسان. وبطرس كان رمز الإيمان، قبلها على طول ربنا قال له أنت بطرس وعلى هذه الصخرة أبني كنيستي وأبواب الجحيم لن تقوى عليها. وقال له أعطيك مفاتيح ملكوت السماوات، مفاتيح الأرض يكون محطوط في السماوات، مفاتيح الأرض يكون مربوط في السماوات. وبطرس كان رمز الإيمان. بس بكل أسف ممكن إيمانك يضيع دعم الشهوة. درس تقريبا كل اللي بيكون إيمانهم المسيح للأسف بسبب الشهوة، كله بسبب الشهوة. جارية يا تنتصر أنت عليها وتمشي في طريق ربنا خلقه لحواء وآدم وحواء بس اللي ربنا خرسمه بس، يا إما للأسف الشيطان يضحك عليك تخليك تبص للأسف، يبقى عند زوجته يبص لغيرها أو العكس. ده بيضيع نفسه، ما ينفعش. فهي اداك سلطان انك انت تتحكم فيها تنتصر عليها، مش فتر ربنا انتصر عليها، انما هي ممكن تضيع امانك بكل اسف. درس. انما اللي حصل مع بطرس ايه؟ خرج بكى بكاء مر، موقف كان مفاجئ ليه. وبعد وما سابش التلاميذ، اول ما جت مريم المجدليه بتتكلم ان هم المسيح قام وشافت الحجر المتحرك ومنظر الملائكه، طلع جري على القبر هو يوحنا. وبعد كده طلع مع التلاميذ لما شافوا المسيح في الجليل يوم القيامة، بعد كده بأسبوع كان موجود وسمكتهم كان موجود. وبعدها الرب يسوع بقى رد له مجده تاني وقال له أتحبني ارعى غنمي، وخلاص بعرفنا ان هو ضمه تاني للتلاميذ وقبل توبته. ففي موقف بقى في فرق بين الاتنين، فرق بقى بين واحد عارف الغلط ومصر عليه وربنا يديله مناخس الروح القدس لا ابعد ومصر، وفي واحد تاني جه موقف مفاجئ وسقط وقام بكى.